السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بنبدا في الجزء الاخير من الاي تي ال ديمو بتاعنا. الجزء ده بنشرح فيه ازاي هنعمل اي تي ال بايب لاين، تمام؟ فاول جزء في الاي تي ال بايب لاين ده بيبقى هيتكون معانا من 4 فيديوهات صغيرين. اول واحد فيهم اللي هو الفيديو ده هنعمل فيه حاجه صغيره جدا، هنعمل ريفاكتور لجزء صغير في عملناه المره اللي فاتت اللي هو الجيسون فايل اوبجكت. الجيسون اوبجكت اللي عملناه، الجيسون اوبجكت دلوقتي هو كويس جدا، مفيش اي مشاكل، بس هو عايزين نعمل تعديل بسيط ان احنا بدل ما هو سايح كده على بعضه عايزين نقسمه اجزاء، عايزين نعمله سورس نيم زي يفضل زي ما هو، عايزين نعمل جزء يبقى جواه كل اوبجكت، جواه كل الحاجات اللي علاقه بالسورس انبوت وحاجات اللي علاقه بالريجكشن داتا وحاجات اللي علاقه بالتارجت. طيب ازاي هنعمل ريفاكتور للجزء ده؟ طيب انا هنعمل اول حاجه ان احنا نعدل الكيس كلاس ده. هنروح عند انا كتبت بس الجزء بتاع الكيس كلاس دي عشان ننجزها. هنروح عاملين ده كده، هنروح حاطين لهم هنا هو كده، تمام. طيب تعال نشوف ايه اللي عملناه هنا هو بقى. اللي عملناه هنا هو ببساطه ان احنا عندنا هنا السورس نيم اللي هو الانبوت سورس نيم، سوري الانبوت سورس نيم اللي هو اللي احنا هنعمل له اللي هنعمله بارسنج ده السورس نيم بتاع الفايل بتاعنا. بعد كده عندنا هنا الانبوت سورس ده اوبجكت، الاوبجكت ده جواه ايه؟ تعال نشوف الاوبجكت ده جواه ايه. الاوبجكت ده جواه هنشيل بس ده كده، ماشي. طيب الاوبجكت ده جواه ايه؟ جواه الانبوت فايل تايب، جواه الداتا الداتا فايل ديليمتر، جواه الانبوت فايل التوتال انبوت فايل كولوم الكاونتس، وبعد كده عندنا الانبوت فايل باس، البروسيسنج سافكس، الهيدر والانبوت سكيما. فكده حطينا دول كل اللي له علاقه بالانبوت، تمام. طيب الجزء الثاني ايه هو؟ الريجكشن. الريجكشن احنا فيها حاجتين، الباس والتايب بتاع الاوتبوت. اخر حاجه التارجت. التارجت هي ليست اوف اوبجكت. السؤال هنا هي ليه ليست اوف اوبجكت؟ طيب نعمل بس كده عشان نشوفها مع بعض السكيما. طيب اولا انت ممكن تحط في تارجت واحد او مجموعه تارجتس، ممكن عندك بتحط في اكتر من تيبلز، بس انا هنا انا عملتها ليست، ممكن تبقى ليست اوف وان اوبجكت بس عشان يبقى موضوع مور دايناميك. طبعا ليها انهانسمنت اكتر نعمله بعدين بس مش دلوقتي يعني. طيب فالتارجت دي جوه ايه؟ جوه التارجت تيبل نيم، السكيما بتاعت التيبل، التيبل ده جوه سكيما. ممكن مثلا لو انت عندك اكتر من انفايرمنت، الانفايرمنت دي بتبقى مثلا ديفلوبمنت برودكشن، فانت ممكن تحط التيبل ده اكتر دي اكتر من سكيما. مثلا هنا البارتيشن كولوم بتعمل البلاتفورم او بتاع التيبل، ممكن على حسب بتستخدم اني اي بي اي في سبارك، ممكن ما تعملهاش سبيسيفاي عشان سبارك يديكتها لوحده، ممكن تعملها. والاوتبوت فورمات او ار سي ولا باركي ولا ايه، والسيف مود هل انت بتوفررايد ولا بتابند، تمام. طيب ده كده الشكل الجديد بتاع الباسنج بتاعنا. طيب لو جينا دلوقتي هنا، ماشي، لو جينا هنا دلوقتي عملنا ران للتيست، ايه اللي هيحصل عندنا؟ هتضرب. ليه التيست هتضرب؟ لان احنا بنين الاوبجكت على حاجه تانية اللي هي بتاعت الاولد كيس كلاس. طيب اول حاجه هنا هو هيقول لك مفيش حاجه اسمها ثانيه كده، سوري نوت. اوكي اول ايه هيضرب معانا لما نيجي نكومبايل او نيجي نران التيست، هيقول لنا ان هو البرام ده كان اكسبكتد يكون عنده شويه داتا زي مثلا انبوت سكيما والكلام ده. طيب فاحنا هنا في الداتا ريد داتا اللي ريد ديليمتر فايل ده هنا مش محتاج تاخد كل جيسون فايل، محتاج تاخد الانبوت فايل بس. فنقول له هنا تاخد انبوت سورس، ثانيه واحده، ايوه الانبوت سورس، تمام. مش هنعدي هنا حاجه ثانيه. فكده الانبوت ده الفانكشن دي لما تاخد الانبوت سورس دي خلاص بقت هتبقى شغاله عادي، مش محتاج تاخد كل الاوبجكت ده. ده اول تعديل. هل ده التعديل الوحيد؟ لا، في تعديل كمان. هتلاقي ان الفانكشن اللي كان بتباصي ريد ديليمتد فايل ده محتاج برضه تعدي ان احنا نباصلها الانبوت سورس، تمام. طيب فين هي؟ اهي، هنقول له خد البرام دوت الانبوت سورس، ثانية واحدة، برام دوت انبوت سورس، تمام؟ طيب بعد كده لما يبقاش عندها كومبيليشن ايشو هيبقى عندنا حاجتين كده محتاجين نعملهم، ان احنا نابديت، ثانية واحدة، تمام. لازم الخطوة التانية ان احنا نابديت الاكسبكتد جيسون ده. دلوقتي احنا كان الجيسون القديم او الاوبجيكت القديم بشكل معين، فاحنا دلوقتي محتاجين نابديت الجيسون ده اللي هي التستنج داتا. انا برضه حاطها جاهزة عشان ما نقعدش نضيع وقت نكتبه مع بعض. هنا اهوت، اهو، اروح واخد ده كده اهو، واروح حاطه هنا اهوت.
طيب هنشوف دلوقتي شكله بقى عامل ازاي الجيسون الجديد اهو بقى ايه. ثانيه واحده نعمل امبورت. اوكي وهنعمل امبورت للريجكشن. اوكي ونعمل امبورت للتارجت تيبل. طيب حلو، ايه اللي عملناه هنا؟ بقى عندي هنا انبوت ريجكشن تارجت، ثلاثة اوبجكت بيكونوا الاوبجكت بتاعنا بتاع الجيسون. الانبوت سورس جواه التايب، هتلاقي هو حتى انتري جي بيقول لك الاسامي بتاعت كله، ما هي الانبوت تايب الديليمتر كولومز الباسز كل الكلام ده. بعد كده عندنا هنا الريجكشن فيها الباس والتايب والتارجت جواه الليست اوف التيبل والسكيما والبارتيشن و الاوتبوت فورمات والابين. طيب بقى ان ايه الخطوه الاخيره؟ الخطوه الاخيره ان احنا لو جينا نقدر اليونت تيست، تعالوا دلوقتي نقدر اليونت تيست عشان نشوف هو بيتفيل. اليونت تيست يقول لك لا ان الاكسبكتد البارسنج، احنا عندنا بارسنج بنكسبكت شكل جسم معين اللي هو في الفايل هنا، لو احنا على الريسورسز هنا في الفايل هو مش الشكل اللي هو اكسبكتد ان هو يبارسه، ده الشكل القديم. تمام؟ فايه التعديل اللي هنعمله ببساطه؟ لو جينا شفنا حتى الايرور هنا يقول لك والله انا مش لاقي حاجه اسمها انبوت سورس، فهنروح هنا انا برضو حاطط جيسون سترينج جاهز هنا اهو، قسمناه هنا اهو. لو شفنا الجيسون كده تحس ان شكله بقى اسهل جو للقرايه، في عندي انبوت سورس اهو والتارجت والريجكشن. المفروض دلوقتي ان احنا لو رنينا دلوقتي المفروض يرن اليون تيست سكسسفول من غير اي من غير اي مشاكل في التيست عنه. طيب احنا كده في الفيديو ده عملنا ايه؟ كل اللي عملناه عملنا ريفاكتور للجيسون اوبجكت بتاعنا عشان يبقى اسهل لينا واحنا بنعمل بايب لاين نختار ايه الاوبجكت عايزين نعمله، تمام، او عايزين ناكسسه. دي اسهل للكود بتاعنا واسهل للريدابيليتي. الفيديو اللي بعده هنبدا نكمل مع بعض اول مرحله، المرحله الثانيه من البايب لاين. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.